ودلوقتي معانا الفنان مصطفى، وهنحب نسمع رايه عن فيروس الكورونا وايه نصايحه علشان نتجنب الفيروس دوت وما نمرضش منه. اتفضل يا استاذ مصطفى، عايزين نسمع كلمتك. كل انا سيبنا الا ما كتب الله. الله اكبر. طب وبالنسبه للفيروس انت؟ ولا اي فيروس. ولا اي فيروس. ولا اي فيروس. الناس تاكل دش منين؟ من انت؟ من كعالة من كورونا. انا خاف من الكورونا مش انا خاف من ربنا. اكيد لا طبعا. يعني انت كده بتدعم ان احنا ما نلبسش كمامات وما نلبسش جوانتيات وما نقعد على هاوي وعادي جدا ونعيش حياتنا؟ عادي جدا طبعا، طول ما انت ماشي بما يرضي الله ربنا مش هيسيبك بمكروه. صح، النار ما بتصيبش مؤمن. بالظبط. الله اكبر. شاكرين قوي ليك يا استاذ مصطفى، واحنا بنقول ان النصايح دي هتفيدنا كتير جدا في محاربه الكورونا. استاذ حمص، احنا نحب نستفاد. استاذ محمد حمص، الاستاذ محمد حمص، احنا نحب نستفاد من خبراتك في مكافحه الكورونا، في مكافحه الكورونا من 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 واقع خبرتك الحياتيه. بس انت عايزين نتحبس. لا ما فيهاش حبس، انت بتقول رايك عن المرض. يعني قول لنا ايه رايك عن المرض يا استاذ حمص، وازاي ان احنا نقي نفسنا منه، وازاي ان احنا نحافظ على نفسنا وما نموتش منه. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الاول نلتزم بقرارات الحكومه ونقعد في البيت زي ما قالوا ومتاع الحاكم. تمام تمام. وناخد بالاسباب. الحمد لله رب العالمين. تحب تقول حاجة عن المرض الجديد اللي هو لا ما عنديش معلومات. اللي هو ايش اسمه المرض؟ هانا. هو كده هو يجي لك صح كده. صباح الخير يا جماعة، ودلوقتي احنا معانا آراء بعض ال ال آراء بعض ال اسمهم ايه؟ الأشخاص في المجتمع بتاعنا اللي عايزين يعرفوا ايه سر الكورونا. طبعا انا بعد ما حكيت لهم وعرفتهم طريقه صنع الكورونا اللذيذه على طريقه البت الصينيه، طريقه صنع الكورونا في المنزل والكورونا السوداء الجديده، ونحب نعرف رايك ايه يا سامح معانا. رايك ايه يا استاذ سامح معانا؟ رايي انه هو وباء. وباء. وباء على بني ادمين. وباء على بني ادمين. تمام. يعني ده بيعني ايه بالنسبه لك الوباء ده؟ يعني ان كل واحد يحتفظ بنفسه ويعقبه حفظا على سلامه الاخرين. تمام. وافرض الاخرين ما عندهمش اي سلامه دي، ايه اللي عمله؟ يتحبسوا. يعني اذا انت بتأيد قرار الحبس مع حصر التجول اللي هيحصل بالليل؟ ايوه. يعني اي حد يخرج لحصر التجول يحبسوه على طول؟ ايوه. وانت شايف ان هم يحبسوه؟ اكيد، عشان ما يضروش غيره. عشان ما يضروش غيره طبعا. طب تقدر تقول لنا عن الهنتا الجديد، الفيروس اللي لسه طالع امبارح ده؟ لسه كمان في حاجات تظهر تاني، فيروسات كتير. ده غير كده، ده غير الهانتا وغير الكورونا. ما هو لو بدا فتح خلاص بقى، فتح بقه خلاص بقى. وهي لما بتفتح خلاص ما بتفتح الدوله اللي هي اديله كورونا اديله كورونا يديك هانتا اديله. لا لا لا، ده الموضوع كبير. طب وانت بتحب تقول وتحب تقول ايه طيب للشعب المصري في في في, في الايام السوداء اللي احنا فيها دي؟ التزموا بالقواعد والاجراءات القانونيه اللي الحكومه المصريه يا عم. اجراءات قانونيه احنا بنعمل اجراءات اقتحام. التزموا في بيوتكم، ومحدش يخرج من بيته الا للضروره القصوى. ايوه. واللي مش لاقي ياكل واللي يموت من الجوع لحد ما يموت في مكانه ويحرقوه. انت كلامك صح يا استاذ سامح، شكرا لسيادتك، وان شاء الله كده كده ميت هنقابلك في حلقات جديده عشان تدي له صحه احلى واحلى. اقول لك على حاجه دلوقتي لو واحد دلوقتي مات، ايوه، ممنوع الدفن. الله. ممنوع الجنازه. الدين. ممنوع الصلاه. يا عيني. موضوع الاجتماع نفسه. الله. جماعه الله. ايه الحل؟ يعملوا ايه؟ في مكان مش عارف يعني. مكانه؟ هتسيب مكانه ازاي؟ ما هيجي لك كورونا منه. هتعمل ايه بقى؟ لا تحدفه في اي حته خلاص بقى، ترميه في اي حته. بحر. لا بحر نيل ما بتشرب منها. صح. يجي لها الفيروس. صح. انت كلامك. بص هوصل لك على حاجه. الناس في الاول اللي كان بيشخوا في النيل ويقول لك تلوث، كان الناس يعني ايه جالهم بالهريسيا عادي. لا عمليه سهله بالنسبه لهم. اما دلوقتي فيروس اخرج بالترعه يا وادي عيد، فاكر؟ طول ما تدي ظهرك للترعه عمر البلهارسيا في جتتك ما ترعى. الله يبارك لك. طب بقى تحب تقول ايه للكورونا؟ الكورونا 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 ربنا طالعه من البلكونه. يلا قول باي باي بقى. خد حمص.